إذا متابعي مجلة 24 عدنا إليكم من جديد. عدنا إليكم مجددا متابعي مجلة 24 ناخذ تصريحات ديال عاملات وعمال برخص الشغل القانونية. معنا الأخت سميرة هي في المكتب. أخت سميرة وأخت فدوى من عاملات وعمال سبتة برخص شغل قانونية، الآن يطالبون الجهات المختصة من أجل إيجاد حلول جذرية بحلول آنية وجذرية لحل مشاكلهم التي تراكمت عليهم والتي تتمثل في مجموعة من المشاكل: ديون، قروض بنكية، المصاريف، الكراء، العيش إلى آخره. تفضل أختي سميرة. سلام، السلام عليكم المتتبعين ديال قناة 24. دائما كيف كتشوفوا دائما معاكم. حنايا السؤال ديالنا العمال والعاملات المرخص لهم ما محلهم من الإعراب في هذه المشاريع اللي دابا حاليا المقترحة، ما محلهم؟ لأن حاليا لقيتوا حلول، كيف كتقولوا لقيتوا حلول؟ لقيتوا حلول التهريب المعيشي، لقيتوا حلول لفئات كاملة، وهذه الفئة هذه التي لا يستهان بها ما لقيتولاش الحلول. هذه الفئة هذه فئة مرخص لها، ما محلها من الإعراب؟ حنا كنطلبوا دابا بحلول آنية، تعويض على هذا العام اللي فات، لأننا حنايا عندنا شراكة فلسطينيسيز المغرب مع أوروبا، تقصينا كل الإقصاء. هاد الناس هادوما واش كاينه شي حلول آنية حاليا أو لا ما كايناش؟ أنا كنهضر على الفئة المرخص لها، القطاع المهيكل والغير المهيكل. حاليا لقيتو حل التهريب المعيشي، ولكن ديك الناس، ديك النساء اللي كانوا كيخدموا في الديور النصارى، هادوك حتى هما اللي ما النساء اللي كانوا كيخدموا في الديور النصارى ماشي عندهم الوراق، هادوك واش حتى هما لقيتو لهم حل؟ عاد زيد عليهم المرخص لهم. رجال ونساء ديك المرخص لهم. جميع القطاعات واش لقيتو لهم شي حلول آنية مستعجلة أو لا؟ حبر على ورق. حتى حنايا هاد الفئة هادي لا يستهان بها، أقولها وأكرر، لا يستهان بها هاد الفئة هادي. كانت حوالي 3600 عامل وعاملة مرخص لهم بطريقة قانونية، كانوا كيجيبوا العملة الصعبة للبلاد، كيعاونوا في الاقتصاد البلاد، كيحركوا العجلة الاقتصادية. حنا كنطالبوا بحلول استعجالية واستثنائية، كذلك واستثنائية. أنا كنخص بالذكر القطاع المهيكل والغير المهيكل، يعني ماشي غير المرخص لهم، إلى الوقت ديال فتح الحدود. هذا ما نطالب به، ماشي تعطيونا القفة. حنا كنرفضوا القفة، القفة ليست حل. أنا ماشي بيبي صغير كنبكي غتعطي لي تشوبا نسكت. أنا بصحتي باغا نخدم، هاد الشباب بصحته باغي يخدم، كلشي باغي يخدم، ما باغيش صداقة. صداقة خليوها عندكم المسؤولين، باغي نخدمو، نطالب بالعمل. تحية نضالية لساكنة الفنيدق. تحية نضالية ساكنة الفنيدق والمنطقة كاملين. احنا يا عمال وعاملات مدينة سبتة نطالب بحلول استثنائية أو بحلول آنية. هاد العمال والعاملات كاملين بهم عندهم مشاكل بزاف، منها المشاكل ديال البنوك، منها المشاكل ديال المعيشة، يعني المشاكل كلها. نطالب المسؤولين يعني الحلول المقترحة التي اقترحتم بالحوار، يفتحوا معنا نقاش لحل هذه الامور. حنا لحد الساعه هذه واحد خمس شهور ست شهور النضال، حتى شي واحد ما
حتى لا عامل لا والي حتى شي واحد ما جلس معنا، ولو اننا وصلنا الى قبه البرلمان وصلنا الى قبه البرلمان ولو حتى شي واحد ما حل هذا الملف وضاع عليه بواحد الصفه استعجاليه او لا انيه. وتحيه نضاليه للجميع. من خلال اللقاء ديالكم مع مجموعه من السياسيين، هل كانت يعني كانت مقبوله ام مجرد جلوس الى اخره؟ هناك طاح الاسئله على 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 رئيس الحكومه مباشر، ست المرات تحطت عليه الاسئله وما جاوبش عليها نهائيا. حنا جلسنا مع جميع الاحزاب السياسيه، جميع الاحزاب، جميع الفئات اللي داخل الوزاره الداخليه اللي كتمثل النخب، وصلنا العايده ديالنا للوزاره الداخليه الخارجيه، جميع الديوان الملكي، رئاسه الحكومه، وتا شي واحد ما رد علينا، تا شي واحد. نريد حلول استثنائيه الى حين الولوج الى العمل، نريد حلول اللي كتكرم المواطن المغربي فقط. هادشي اللي كنقولوا، المنطقه جميعا، المنطقه مشات اقتصاديا، المنطقه ما بقى فيها والو اقتصاديا، يعني مشات. كيفاش الوضع مع المعيشه؟ الوضع كايتي مع المعيشه، كايتي كايتي، كلشي كيعاني، كلشي. الساكنه كامله كتعاني، الساكنه كامله وصلا زيرو درهم. عباد الله، الناس عاد قد سعه، الناس كتبيع حوايجها، الناس كتبيع حوايجها، الناس كتبيع حوايجها الدار باش تاكل. عباد الله، كلشي مدمر، كلشي ما بقيش فاين، ما بقيش فاين نزيدو. اذا على هاد الناس كاملين، على هاد المسؤولين كاملين، يحاولوا يشوفوا لنا حلول، يشوفوا لنا رجال ديالنا يخدموا، يشوفوا لنا هاد الناس هادوم يخدموا. عباد الله، ما كنطلبوكم حتى بشي حاجه، بخدمه، بالعيش الكريم، هادشي اللي كنطلبوكم به. والله يطول لكم كاملين في العمر. السؤال المطروح على المسؤولين، ياك الا لقيتوا نتوما الحلول لهاد الناس، لهاد المرخص لهم، الا لقيتوا لهم حلول، واش المراه عندها 60 هذه فئه المرخص لهم، واش المراه عندها 60 عام قادرين تخدموها دابا عندكم حاليا هنا؟ عندكم فاش تخدموها؟ اذا الحل الوحيد التحاق بالعمل او التعويض، فقط نريد التحاق بالعمل ديالنا او تعويض. هادشي اللي بغينا، لان حنا كنا السباقين للنضال قبل ما يخرجوا هاد الناس، حنا كنا السباقين، مشينا للرباط، كنتي حاضر علينا، مشينا للرباط مرارا وتكرارا، وقفنا في قبه البرلمان امام سيد رئيس الحكومه، الاسئله طرحت، جالسنا وزراء، جالسنا برلمانيين، لا حياه لمن تنادي، حتى واحد ما لقى لنا الحل. وفي النهايه فاش نجيو نهضروا يقول لك خصني 40 30 شدوا دقمكم جبروا لكم حل، لا ما كنرضاو هاشي. راه الفئه المتضرره كاملين حنا خصنا، ماشي خصني انا بوحدي، لا انا بوحدي غدا ولا بعدو غيجرني واحد يقول لي شد دقمك وهاك، انا لا، خصنا لينا كاملين، او لا صافي طفح الكيل، ما بقيناش قادرين. السلام عليكم. كانت معنا الاخت سميره، هي من عاملة وعمال سبتة برخص الشغل القانونية. ناس بغاو زينت في نضاق، كتطلب العمال ديالها، كتطلب الخدمة. حنا ما خصناش زيت السكر، زيت السكر عيتقادة. حنا عندنا الناس كاين اللي مريضة، كاين المرا اللي عندها اليتامة، عندها الساس مع هاد العواول، الله يكون في العون، عندها الكرا، عندها الموضه. حنايا خصنا البديل، ما شدوا لنا باب السمسه، خصنا البديل. فين داك كطلب البديل؟ الشباب والشابات راهم ضحيه، الشابات وشبان ضحيه، النص الكبير داها البحار، كل واحد وفين مشى، شي خرج على الجزائر، شي خرج على مصر، شي خرج، كل واحد وفين خرج. البحر راه شبع. عباد الله، عباد الله، عملوا لنا البديل، حسبنا الله ونعم الوكيل. كنحملوا المسؤوليه لهذا المسؤول الكبير اللي تكلم مدينه فنيدق. مدينه فنيدق راها ضايعه، اللهم هذا منكر. شوفوا لنا الحال، انا لا كدبتوني نوري لكم حتى ريسيت الراجل ديالي شنو كيستعمل. شبروا معايا الاخوان، هانا سيدي وكاريه وعندي مسؤوليه. شبان معايا وليدي، شبان معايا وليدي، انا خوتي
وكاريه بألف الدرهم. تغلبت انا اخوتي تغلبت اخوتي اللهم قدر حالتي حال بها الله ولي علي وعالم فهمتيني. المهنه ديالي كنبيع ونشري في الحوت مهما ما كاينش البديل ما كاين اللي عايشري منك. التجاره ماتت الناس شدت الحوانت ديالها فهمتيني. الناس شدت الحوانت ديالها الناس خرجت تسعى قال لك تعيا اليد اللي كتمكن وما تعياش اللي كتمد. اللهم هذا منكر. حنا كنواجهوا هذا الشيء هذا المسؤولين الكبارين اللي محمل في نضاق. شكرا مع السلامة. الشباب الشباب كلها في البحر عشان بعد الخدمة ما كاينش. الناس الشباب مشات في البحر الناس الشباب كلها ماتت في البحر ما بقى حتى شي واحد. الشباب الشباب كلشي مات في البحر. الشباب الصغير كيتقرقر كلشي مسيب الشارع مجبرو ما يخدمو مجبرو ما ياكلو. الشباب ضيعة والشباب كتضيع عباد الله. الشباب كتضيع في القفة ما عندنا ما نعملو من القفة. حنا عندنا خصنا الزادي حنا خصنا الخدمة الرجال ديالنا خصنا الخدمة لولادنا. حاجة الملك حيا الملك خرجنا خصنا الخدمة خصنا نخدمو بالعرق ديالنا خصنا نخدمو الشباب. الشباب كلشي داخل في البحر الشباب كلشي داخل في البحر عباد الله كلشي داخل في البحر. العائلة عنده 7 سنين كيعوم العائلة عنده 7 سنين كيعوم في البحر كان كيموت في البحر. هذه كارثة اللي باغي ما كاينش فيه. الشباب خصها تخدم الشباب خصها تخدم عباد الله. الشباب كلشي مات في البحر عباد الله. الشباب كلشي مات في البحر خصنا الحال خصنا البادي خصنا الحال عباد الله كلشي مات في البحر. اللهم هذا منكر عباد الله. حسب الله ونعم الوكيل حسب الله ونعم الوكيل عباد الله. السلام عليكم. ناس الشامر تعاني بزاف راه الناس شوف هاد الناس كاملين اللي هنايا راه الديوانه اللي كانت خدامه عليه الناس اللي ما بغيتها ودخلتي الناس شوفي هاد الناس ديوانه كانت تخدم في الديوان شدتنا الديوانه صافي ما عندنا فيها نمشوا نمشوا نغرقوا في البحر والوالدين منها نخليهم. حنا كاري والكرا بنادم اللي كاري ويبغي لك دابا انت بغيتينا ولادك يخرجهم ياخذوا من الكرا ما تبغيو هادشي. واحد حنوا بتشوفوا فيا اخو ما تشوفوش اليابس تشوفوا من داخل واش جوعان وهو كان وهو جوعان من داخل ما بقاتش باللباس ولا المظاهر ولا هادشي بالماكله. ما القبه اللي عطاونا القبه راه تسالى نهار واحد 2 كيلو تزيد شحال كاع 12 فرانك 12 فرانك 20 فرانك درها بلا 5 الكيلو الزيت 5 لتر شكاره درت 20 فرانك عمل لها 20 فرانك واللي كان عنده 4 دريال 5 دريال ما عتعملوش شيء. انا حاليا كاري كاري حاليا حاليا كاري ولا نبيع الخضره كنت نبيع الخضره السلعه غاليه السلعه غاليه تقول بنادم 4 دراهم ما تيشا ولا ما يديهاش ما يديهاش جوج منه عايشوف فيها وعايمشي عايشها يعني ما كاينش الباد وكان عنده بنادم فيها عايمشي. انا عاود بلا ما قلت انا عاود بلا ما قلت انا دابا نحرق والله ما نبقى حتى دقيقه هاكا عندي واحد الكبده هي اللي عزيزه علي. هاكا فاطمه انا مرا وعطاتني الفرصه نحرق انا مرا وعطاتني الفرصه وجبر كيفاش نسلت والله يا اخوتي حتى نحرق بلاد دل التجار هذه بلاد ولات مدلوله اخوتي. اللهم هذا منكر. كنحملوا هذه الرساله المسؤولين الكبارين راه الشباب ضاعت راه الشابات ضاعوا. اللهم هذا منكر. شوفوا لنا الحال راه غدا وكتزيد القضيه كتزيد تموت راه الحال ماتت والعظام داب. اللهم هذا منكر. افين كان المسؤول السلام عليكم. اولا انا الرساله ديالي كنوجهها الرمز البلاد صاحب الجلاله كنوجهها له كرب اسره الى نعم رسالتي غنوجهها للسيد صاحب الجلاله رسالتي كنوجهها للسيد الرمز البلاد صاحب الجلاله كرب اسره الى كان يرضى على نفسه انه يربي وليداته ويكبروا ويجدوا البلاد اللي هما فيها المستقبل منعدم ما كاينش ولو امل واحد ولو بصيص من الامل باش يشتغلوا هاد الاطفال هادو او هاد الشباب هادو اللي هما حامل الشواهد الا كان يرضى على نفسه ان هاد الشباب هادو تلتهمهم البحار
يكونوا عشاء للسمك فنحن نرضى كل شيء. إذا كان رمز البلاد يرضى علينا، يرضى علينا الشباب ديالنا، الشباب ديالنا يساهمهم البحار كما قلت، فنحن نرضى على أنفسنا. ما بغيتش نكرر نفس الكلام لأن الكلام بات، المطالب باتت واضحة، لأن نحن في الجمعة الثالثة ونحن نطالب بالحقوق اللي هي شرعية، اللي هي واضحة جدا. ما كاينش ما كاينش ما كاينش ما كاينش امل الصراحه، ما كاينش امل. ما كنطلبوش ان احنا زعما مثلا الديوانة تفتح، ولكن تكون حلول، حلول حلول جذريه، حلول سريعه جدا. يعني تكون اش غنقول لكم، ما ما خانتني الكلمات الصراحه، خانتني الكلمات، ولكن ما يمكنش ان الشركه تكون في يومين او في 24 ساعه. ما يمكنش، ما يمكنش ان القفه غادي تكون الحل، ما يمكنش. الحل خصو يكون جذري. المرجو النظر لهذه المدينه هذه فهي مهمشه جدا، فهي فهي مهمشه صراحه. احنا انا كنخاطب السيد صاحب الجلاله اولا كرب اسره، الله يطول عمرك، الله يطول عمرك لما شفنا هذه المدينه هذه، الله يبارك في عمر سيدنا. والصراحه هذا 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 المشكل هذا خصو يشوفوا له الحل. شحال هذه ماشي حتى الديوانة عاد حنا نوضوا نفكروا نشوفوا شنو هو الحل. القفه او نعطيهم 300 درهم او نعطيهم، انا سمعت بان كاين شي بطاقه الانعاش الوطني ما يمشي نستفسر عليها على المسؤولين، قال لك حنا ما كنعرفوش شنو هاد بطاقه الانعاش الوطني، ثم غتسجلوا غتاخذوا واحد القفه وما نعرفش شنو ديك الشيء. هذا ما كاينش هاد البطاقه، هاد البطاقه هذه لا وجود لها صراحه. انا كيف ما وجهت الرساله ديالي المرجو انها تكون مسموعه، وعلى راسي كما كنقول انا الرساله ديالي كانت واضحه للسيد صاحب الجلاله، الى رضى بها واللي رضى بها على نفسه نرضاو على نفسنا. السلام عليكم. السلام عليكم. انا عندي التاكسي ديال فنيدق، وشكى بيا السيد، شكى بيا السيد بان عطاني الانذار ديال ما خلصتوش 6 يونيو، وخلصتو 6 و7 و8 و9 و10 وخلصتو وعطيتو فلوس ديالو. الوالد عندي مريض في الركنه، انا هاد السيد هذا يبعد مني، انا ما كيساني، انا مجرد سائق شيفور ديال التاكسي. وانا راه كيعرفوني الاقتصادي بشكل عام ما يحدث في الفنيدق امر خطير. اللي وقع في الفنيدق حنا مضرين اخي، الناس كتموت من الجوع. بارك الله فيك. نحن كساك المطالب ديالنا، مثلا المطالب حيد الشاروني، حيد السلات الشاروني. نحن كساكنات مدينه فنيدق كنوجهوا الرسائل ديالنا للمسؤولين للمره الثالثه اليوم، ثلاثه مرات حنا كل جمعه كنخرجوا. خصنا المطالب ديالنا، خصنا الشباب يخدموا، خصنا النساء يعاودوهم داك الشيء، خصنا عينا ما ندفعوا في الشركات ديال طنجه ديال القصر الصغير، عينا ما ندفعوا السيفيز ديالنا ما كيقبلوناش. حنا فقط بغينا يدمجونا في، خصنا نخدموا على راسنا، حنا ما خصناش نبقاو ديما في الدار، حنا خصنا نخدموا على راسنا، خصنا يدمجونا، خصنا نخدموا. شكرا الله يحفظك. سادة بارك من اللي كنت قلت لنا اخيرا تحية الصحافة شكرا. شكرا لمجله، شكرا لمجله 24، شكرا لمجله 24 اللي كانت حاضره في هذه المظاهره القيمه، المظاهره اللي خرجت بالملايين لساكنه مدينه فنيدق، الساكنه المتضرره نتيجه سياسات الحمقاء التي يتخذها المسؤولين تجاه هذه الساكنه. الساكنه تريد حلول، حلول ناجعه، نريد بدائل اقتصاديه عاجله، لا نريد، لا نريد شعارات وهميه. الساكنة تخرج في المظاهرة، في مظاهرة للأسبوع الثالث على التوالي. كفانا استحمارا، كفانا استحمارا، لا نريد، لا نريد إلا العيش الكريم، لا نريد إلا المساواة لكافة السكان. الناس تجار مدينة فنيدق غارقون بالديون وبالضرائب، منين غنخلصوا الديون، منين غنخلصوا الضرائب؟ كل تاجر عنده أسرة، والساكنة كانت كتعتمد على التجارة بشكل 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 هام. ساكنة مدينة فنيدق كانت كتعتمد على التجارة، والتجار ديالها تعرضوا للإفلاس. سوق المسيرة شد بالكاع تقريبا 600 حانوت،
الاغلبيه كيعيشوا التشرد، اغلبيه العسر تعرضت للطلاق، تعرضت لمشاكل، تعرضت لمشاكل اسريه. المحاكم عامره غير بالناس الفنيدق والناس المدياق والناس المدياق. المنطقه الشماليه هذه المنطقه كانت هذه المنطقه توجهوا لها بواحد الرؤيه سوداويه. كنوجهوا النداء للحكومه الله يجازيها بخير، وجلاله الملك نصره الله من هذا المنبر ومن كل منابر شريفه، ان تتحرك وان تعطينا حلول استعجاليه وان تعطينا حلول بديله اليوم غير غد. كفانا استحمارا، بغينا البدائل. الناس راه كتموت في البحر، كل يوم الناس كتموت في البحر، الناس كيرميو راسهم اللي باش خصهم العيش الكريم. بغا اسيدي الناس راه عندهم الكراء، ما لقينا. انا عندي الكراء ما خلصش من الكراء، انا معرض والاسره ديالي جل هاد الناس هنايا، سواء الوافدين على المدينه، سواء القاطنين او ابناء مدينه بريدخ، يحتجون ويتظاهرون، يريدون لقمه عيش كريمه، يريدون كفانا من القوالب. ما بغيناش القوالب ديال السكر، ما بغيناش القفه، ما بغيناش القفه، ما بغيناش القفه، وبغينا قلب السكر، ما بغيناش. بغينا الحلول المعقوله، بغينا الحلول العقل معقلنه. واش اسيدي الناس كيشدوا طوابير مساكن في المقاطعات، واش ما عارفينش بان الناس محتاجين؟ الساكنه كلها محتاجه، علاش غيشدوا الناس الطوابير؟ علاش غيشدوا الطوابير باش يشدوا لقفه العيش؟ ما يشدوش طوابير. شكرا لقناتكم وشكرا لكل الصحافه النزيهه من هذا المنبر، وان ارجو ان تصل الكلمه الى كل مسؤول نزيه وشريف، والكلمه ونرجو الكلمه تصل الى السيد عامل عمليه المضيق في نيدق. شكرا. عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك ديالنا، عاش الملك، عاش الملك سيدنا، عاش الملك. الله ينصر سيدنا ويخليه لنا، هو يامرنا وحنا نطيعوا، هو يقولنا وحنا نعملوا. بغينا البديل، لما تشد حاجه بغينا البديل. حنا بعنا حوايجنا ومرضنا وكل شيء فينا، تعصبنا، الاعصاب مشات فينا. عام وما كيعدلونا في المشروع، حنا بغينا غير ولاد. عام وما كيعدلونا في المشروع، باقيين دابا ما شفنا والو، بقاو كيقولوا لنا المشاريع المشاريع، ما شفنا والو. بغينا الخدمه، بغينا البديل. الخفه ماشي حال، الخفه ماشي حال. الدرب ما فيهش ثلاثه ديال الناس باش يعطوا ثلاثه ديال الناس الخفه، والباقي خليهم كيشوفوا. هذا ماشي حال، هذا ماشي حال. باك صاحبي هاك القفة، ما كانش باك صاحبي ما نعطيوكش القفة. ما انا عندي خمسة العيال وهجالة، نعطي الله، نعطي الله، عطيونا وليداتنا يخدموا، بغينا نخدموا. عاش الملك، عاش سيدنا الملك، سيدنا شوف من حلنا، رحنا وبنيتو وقولوا يدو واللي قال لنا نعملوها. وياه ها سيدنا كنوجه لك هاد الهضره من هنا، كنقول لك سيدنا رحنا معمرين بالديون، علينا الجمعيات وعلينا ديون البنكات، الكرا كيتسال، شحال نقول لك العيال باسين طوي الماء، كارفصين القفاف كيديوهم بالوجهيات. حنا ما خصناش القفاف، حنا خصنا البديل، خصنا الخدمه. والله ينصر سيدنا. امان ديس، امان ديس، ست شهور ديال كورونا جابوا لنا فيها مليون و200. واش هذا شي حاجه مقنعه ولا ماشي مقنعه؟ حنا ما عندناش، عندنا اللهطه، بنادم ملهوط. حنا خصنا البديل، حنا خصنا نخدموا، ما عندناش نتوع في المغرب، عندنا اللهطه، حنا خصنا نخدموا. الو السلام عليكم، احتراماتي وتحياتي، تحياتي نقول لكم واحد الحاجه. شوف هاد الناس هادو راهم ضرورين، هذا الناس مضرورين، راه كانت كتعيشون باب سبته، كتعيشون باب سبته، راه ما كاين والو باب سبته، راه ما عندهمش البديل مساكن، راه كلشي كيموت بالجوع، راه الناس ما عندهم ما ياكلوا، ما عندهم ما يدوخونا بالقفه، القفه ما عندنا ما نعملوا بها. انا تاكسي وشيفور ديال التاكسي، وانا عندي الوالد ديالي في الركنه، واسمع لي
وكنقول لكم الله يرحم الوالدين، الناس ديالهم هادو راه مضرين. كاستيخو 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 فنيدق مضروره، خلينا الناس كاستيخو راه مضرورين، راه ما عندهمش ما ياكلوا، كيبكيو بالجوع. وشنيه وتحياتي الله يرحم والدين. هدرتي قبيله. اذا متابعي مجله 24 كانت هذه تصريحات النساء والعاملات بالسبته وبعض النساء الدراري الصغار. صافي سمر. السلام عليكم زكريا مدينه الدار البيضاء. الدراري الصغير شويه الدراري يرحمي والديك. دابا مدينه الفنيدق مدينه زوينه، ولكن الناس ديالها حاليا كيعيشوا واحد تحت عتبه الفقر. يعني الناس منذ القدامه تلقى هنا 90 عام 80 عام الدراري الله يرحم الوالدين كانوا كيعيشوا بهذا التهريب، باش تجيبين عشيه وضحاها وتحبس عليهم هذا الشيء. خص حل البديل، وباش تسد عليهم وتقول لهم تسنى واحد العام ولا عامين راه بزاف. راه شوف الناس كاين اللي عنده 40 عام كاين 80 عام كيعيشوا من هذا التهريب، ولكن باش تجي بين عشيه وضحاها تسد عليهم وتقول لي لا تسنى نصاوب لك ما نصاوب لك، راه حشومه هذا الشيء. انا مدير الدار البيضاء وجيت هنا، هاد الناس هادو ما عندهمش مع السرقه، ما عندهمش مع البيع ديال داك الشيء اللي على بالكم. هاد الناس باغيين الحلال، باغيين الحلال، باغيين يخدموا. يعني سديتي عليهم السبته دير لهم حل البديل، حل البديل، ما كاين لا تسنى لا عام ولا عامين. وهذا الشيء حشومه. هاد الناس راه صبروا، هاد الناس راه صبروا، كاين اللي انتحر، كاين اللي باع حوايجه، وحشومه هاد الشيء راه بزاف. وخاص ضروري تضامنوا معكم الناس ديال طرجه وديال مارتين وديال الريكو. شكرا السلام عليكم. والشم كثير والشم كثير والشم كثير وبلاد البوبري ما عندو ما ياكل، فتحوا لنا الديوان خدنا الشفاجي. ارحموني حلال هو اللي تحدى عليا وباب الركنة مضروري الناس عباد الله مضروري ما عندهم ما ياكلوا الله يحسن العون. متابعي مجلة 24 مصور الناس ولا شكرا عثمان هادشي ماشي.